رفض التخلي عن طائرته الورقية وتسلق في سماء المدينة مستعينا بأسلاك الكهرباء لاستعادتها. هذه حكاية طفل فلسطيني في قطاع غزة. الطفل كان قد فقد لعبته التي طارت في الهواء، لكنه أصر على التسلق على أسلاك الكهرباء لاستعادتها، وهو ما دفع ناشطي للحديث عن المشهد. فالطفل الذي رفض التخلي عن لعبته لن يتخلى يوما عن أرضه التي يحاول الاحتلال اليوم التهابها. نشاهد. مشهد الطفل الفلسطيني وهو يتسلق أسلاك الكهرباء لاقى تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي. من ضمن التفاعلات ما قاله إبراهيم، يقول يعني واحد مش راضي يتخلى عن طيارته الورقية، بدك ياه يسيب أرضه ويطلع منها. هنا غزة يا أخوان، أقسم بالله أنا وخمسين واحد ترجيناه ما يطلع على سلك الكهرباء بس ما رضي، وحكيت له بدي أجيب لك واحد غيره ورفض. الإصرار الإصرار الإصرار. سعدون العراقي علق على المشهد بالقول: رفض طفل من غزة التخلي عن طائرته الورقية رغم أنهم عرضوا عليه صنع طائرة جديدة فتسلق أسلاك الكهرباء وأسقطها. هل تريدون هذا الطفل أن يتخلى عن غزة ويخرج منها؟ أما خليل فيقول أيضا: عندما تكون عازما على تحرير نفسك من الإسرائيليين كما يعتزم هذا الطفل تحرير طائرته الورقية فإن الله سينصرك على ظالمك. نحن معك، ندعو لك، نسأل الله لكم النصر والسلام.